هذا ولي مونك ألمانية حق ألي مونك عليهم رشاش فانتروا فطر الشعي رباعي وثنائي هما هذو الغنائم والله الغنائم أو بعض من الغنائم بعض من الغنائم بعض من الغنائم نماذج من الغنائم العسكرية التي تم قلمها من القوات الملكية هذا جمشي صناعة أمريكية هذو دبابات اسكا 105 التي تم قلمهم هذو دبابات هذه مدفع 155 وهو العمود الفقري للقوات المسلحه الملكيه هذا الان هو المثلث تعلوه هذا يرمي تقريبا 37 كيلو 40 كيلو هو اللي يرمي به حاله يرمي 37 بعض الاحيان يصيب المدنيين الى حد الساعه يرمي به هذا المدنيين وخاصه في شفتوا الطريق الرابط من بين الجزائر وموريتانيا هاي الاسلحه هذا نتاع هو يرمي به اي فرس من العاده يعود خلف الربط خلف الحزام ب 10 كيل 4 كيل 7 كيل ويحاولوا يقدموه شوي اياك يقد يوصل اقصى شيء يقدر يحب كل ما حاز على الربط يعود مسافته ابعد وهذا هو يدرهم وهذا تقريبا مسافته توصل لمنين؟ تقريبا 37 كيل 37 كيل معناها انه هذا هو اللي دائما منطقته خطيره من الربط دائما او دبابات اسكا مقبولات من الانقاض هذا اصلا او دبابات اسكا 105 هذا قاعد وسطه على قاعد بطاقته اي ناقل الجنود الفرنسية ضعف الناقل يكون مغربية عليهم هؤلاء غيات الجنود الفرنسية الى حد الساعة مازالوا في الخدمة عن فرنسا عن فرنسا او صناعة فرنسية هاي غير اخرى هاي بعض الاسلحة الميدانية هاي بعض الاسلحة الفرنسية لا غيرت الجنود لا غيرت الجنود المدفعيه في اسبانيا قال لكم يوم ولا شيء امريكا قابلين وعند كان عندكم على غناي والله هذا قال الدول اللي عدلوه لهم وهو اللي هو كانوا دايرين ليش الله هذا رادارات وش استواس كان عندهم الغنائم لهم هذا هذا المتحفظ اللي طلعوا فيه طيارات امريكيات هذكم عنه بالاسرى المغاربه اللي كانوا طيارين بالمقتنيات اسر من طائرات كان هذا قال لكم طاعتات هما خير مدافع زين لا لا مين مدافع من هذا 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 الاطفال تعرف زين عندكم في الشارع عندي يفهم والله يا الله يرمي به الله يجزي طرواف هذه اسلحه خفيفه بالنسبه لك خفيفه تقريبا انا ما قد صرت اسلحه كبار هو تقريبا محموله ايه هذه مضادين مضادين هذا كانوا عند مضاد تدريح او رشاشات تأثير هذا هو هذا تأثير للقام هذا تأثير للقام صحة للقام المدنيين وهذا الرشاش تقول الشهوه الرشاش هذه بعض الرشاشات الأمريكية هذا كامل هذا أصلا منه أمريكي المتابعة البوليسية للوجه مصطفى السيد من طرف إسبانيا المغاربة هم اللي لهم حتى اللي فيه المغاربة هم اللي لهم راشد جابر راشد خالق هذه بطاقة التعريف الوطنية رقم واحد للجمهورية العربية الصحراوية هو الحد عاد عنده كردان ديتو هو الصحراوي عاد عنده كردان ديتو صحيح الله يبارك فيك هذا اللي يفرق بين 10 ماي 10 ماي
تأسيس الجبهة الشعبية تحرير الساق الحمراء والذهب وعشرين مال 10 أيام 10 أيام في روبانات. هذا البيان السياسي على في حال خط الشهيد الولي خط طيب. بيان السياسي بخط الشهيد الولي بعشر من مال ولي مصطفى السيد. هذا على كل حال بخط محمد عبد العزيز بالقانون الداخلي للجبهة. خط محمد عبد العزيز القانون الداخلي للجبهة. بين العشر من المال العشر من المال وعشرين المال فجروا عملية الخمسة سلة على كل حال من الصحراء 17 واحد وممكن مجموعة منهم بلا سلاح لا ليراد هم مجموعة الخنقر بعد ما جيت تحرير الشعب راعها تقريبا وتقريبا وغدر منها بلا سلاح وسلحتهم وعاقرهم وصلت لك كامل عدوا هاي العملية نفتية نزلهم. إبراهيم غالي الرئيس الحالي والله مجموعة الخنقر الأفراد 17 الأسلحة 201 نوع ملاحظة. هذه شباب قاموا تقريبا 74 في شهر 10 ونسبوا عملية تقريبا عملية جرية في الحزام الناقل في الصار وعدلوا هاي العملية. هاي مجموعة الشباب الصغار لا شباب صغيرين نسبوا هاي العملية على كل حال واللي كانت ناجحة 100% وقفوا تقريبا حق الحزام الناقل الفصات توقف نهائي كل من الشباب على كل حال سمينا منهم هالوقف هي هون هذاك مولود والجيبي وهذا الوزير وهذا وزير الدفاع عندنا هذا كله في قانون جو حمل الكيك وهذا دربالي هناك شفت ما يصير حاله هو قائد الأركان هذا مولود حسن لك مولود هذا داركم عن أسرع من المغرب هذا والفوقهم وهذا الفوقهم دار وهذا اللي دعم الوزارة طيار مغربي راه قال جوز الحال أكو فتح أخبار أسرع مغاربة هذا المتحف وهذا تحسن هذا هو الثاني المصحف كان في الهواء طلق تقريبا المصحف ذلك كان في الهواء طلق كان مطروح هنا تعرف مطروح نجي الغنائم نطرحها هنا تجي بهذا الشكل ذلك كانوا يحصلوا عليهم بالحرب 79 عاديين طرحهم في اليوم نص الحال ذاك مع خسائر العدو على كل حال مع خسائر نار قاعدين فيه الله 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 نشوفوها تودطوها نديروا لكم عليها ما نقدر ناخذ عليها كامله غير تقدوا انتم متابعينا الكرام تموا تزموا على اي شيء منه تبغوا تخرصوه ونحن كافله واخذنا عليه الصوره حلوه سنه نعدوا لكم لوزه سنوات 75 الى 89 ونحن لا نقبلوه لكم حالا من الامور لين تقراوه كامل في ان شاء الله تعالى هذا الخسائر مكتوب خسائر العدو حصيل أولي القتلى وجرحى وتحطيمات سنوات من 85 إلى 89 اسمح لي أمس أغشت هذا لا تحاولوا تقرأوا متابعين الكرام نديروا الأخرى لا ينزموا واسنا ليه قد لا ينقرأ من الشيء أعطاك الله إن شاء الله طويل وبعد نحن لا قد راني على قبناكم من قطر نماذج يعلم الله يا القدينا كامل واخوكم اي هنا راح الشهيد الولي يحمي كلمه الشهيد الولي ونسب الوحده الوطنيه على الكلمه لا هو الضرب على كل حال نسب الشهيد الولي يتكلم عن الوضعيه الجمعيه
الجمعية اللي كانت في اسبانيا، الجمعية الصحراوية كانت في اسبانيا، الشيوخ نقول احنا عارفين الشيوخ وحلال محلهم، المجلس الوطني عليهم الحال اللي معروف التصريح اللي قلته. قلته. هذا اي عام؟ هذا 12 اكتوبر 75. 75 والله. العدد الدولي لهاي اللي يعترف على كل حال بعدم تقريبا يعني اي شيء يدل المقاربه عنهم يثبت لها انهم في الصحراء ما عندهم فيها ناقه ولا شيء. هذا الراي اساسي على كل حال معتمد الى حد الان راي. والصحراء على كل حال الصحراء المقاربه ما عندهم فيها ناقه ولا شيء. هذا الراي مازال الى حد الان هو. الله. هذه اتفاقيه مدريد مشومه على كل حال اللي ما لنا مراجعينها. من 73 الى وقف اطلاق النار 91. الارشيف. هذا موجود من النسخ هذا؟ موجود 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 هذا. اساسا هذا اللي محفوظ هون قال لي الساعه. الجمهوريه ب 24 ساعه 24 ساعه. عجيب اعترفت بكم من قبل بوروندي، الجزائر، بنين، انغولا، موزمبيق، غينيا بيساو، جمهوريه كوريا الشمالي، توغو، رواندا، اليمن، جزر السيشيل، كونغو، ساوتو، بنما، غينيا الاستوائيه، تنزانيا، اثيوبيا، فيتنام، كمبوديا، لاوس، افغانستان، راس الاخضر، غانا، غرهندا، غويانا، دومينيكانا، سانتا لوسيا، جامايكا، نيكاراغوا، اوغندا، المكسيك، سيتو زامبيا، كوبا، ايران، سيراليون، ليبيا، سوريا، سويسلاند، بوتسوانا، زيمبابوي. هذا هو رئيس الصحراء، هو رئيس يزور الصحراء 84 توماس سانكارا. توماس سانكارا هو رئيس يزور الصحراء. هاي تشاد مدينة تابع عدوى تشاد مالي كوستاريكا. هذا الاتفاق بين موريتان والجبهة 79 خاصة أحمد سالم والسيدي والبشير. هذا البشير وصار سيد والله. هذا الاتفاق هم اللي هون سالم السيد اتفاق جديد.